مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم اول نهار رمضان، عيد كنت نقول عيد مبارك سعيد. ما عنديش مع داكشي ديال الصواب وداكشي اللي معايا. ندخل في الموضوع اليوم، غادي نصور لكم اول نهار رمضان. لايك ما يمكنش ما نصورش لكم اول نهار رمضان. راه انا قبل ما يجي رمضان بشي 20 يوم ولي كومونتير ولي ميساج عندي في انستغرام ولا في يوتيوب، لمياء صوري اول سيمانه في رمضان، لمياء صوري اول نهار في رمضان، عندك ما تصوريش في رمضان. عندك اول حاجه بليز ما تديوش على حالي وشنو لابسه انا. غادي نطيب دابا شي حاجه، داكشي علاش ما بغيتش ندوش عاد نجي نطيب وتبقى فيا ريحه الماكله. سو غادي نطيبو وعاد من بعد نمشيو ندوشو نتفركسو لرمضان وداكشي كامل. باي ذا واي جايز، حنا النهار الاول ما كنفطروش في الدار. النهار الاول كنمشيو عند جداتي ديال بابا حيت الرباط وكنفطروا تما عندهم. ونورمالمون اوف كورس ملي كنمشيو نفطروا عند شي حد ما كنمشيوش بيدينا خاوين. قلت نطيب شي حاجه معاكم باش هكا كونتنت بيبي كونتنت. سو اول حاجه بغيت ندير هي ليكيش ديال الدجاج. هو ليكيش ديال انا شارياهم، ما غاديش نطيبهم حيت عمرهم ما غادي يصدقوا ليا. بقات العماره او الحشوه. ام سو سوري، هاد الكلمه كتضحكني. سو بقات ديك العماره اللي غادي ندير فيهم الداخل. اي هاف نو ايديا. نورمالمون ماما كدير لنا شي حاجه، ولكن كاين يوتيوب. ما حد كاين يوتيوب ما تخافوا من تشوف فيديو. غادي ندخل اليوتيوب ونجربوا شي حاجه جديده، شي حاجه ديال الدجاج حيت قبيله شريت الدجاج. اوكي انا غنقلب، ملي نلقى شي حاجه زوينه وباينه فيها بنينه غادي نرجع. سو غادي نديرو جوج حوايج. غنديرو ليكيش ديال الدجاج. راه الدجاج درت صدر في الماء والخل والملحه باش يتغسل. وغادي نديرو هاد بيتزا صغيورين بالطون وفرماج، وغادي ندير شي وحدين بالبيستو. ليكيش دخلت كنقلب في يوتيوب على شي حد زعما كيصاوبو مزوين، ما عجبنيش شي واحد. سو ورغنا امبروفايز. غادي نديرو داكشي اللي قال لينا راسنا. غنديرو بصيله، شويه ديال الكورنيشون حيت ما عنديش الفلفله، غندير بلاصتو كورنيشون، ملح بزار، شويه ديال الخميره باش تطلع وتولي زوينه، والبيض مطيشه ماشي ديال هنا، مطيشه ديال هنا. صافي ناديه كتقطع الدجاج، صدر الدجاج. بريز قصيور سوا غادي نمشيو للجهة الأخرى. وصافي جايز جست لايك ذات، شوفو بصيلة ماشي ملضة كاع، ما بكيت كاع واخا شوية في اللول ولكن هانية. اوكي جايز، سو هنا كنديرو لاصوص طوماط اللي غادي نديرو في بيتزا. وهنايا راه ديجا شفتو كنديرو داكشي ديال ليكيش. الصدر اللي قطعت نادية غادي نزيدو على هاد البصيلة. هادي زادت الخرقوم هنايا، انا نوريكم الاقامة. لاصوص طوماط صراحة كلشي عارف كيفاش كدير، دونك انا نركز لكم غير هنايا. سو جبت قزبور معدنوس من الكونجيلاتور حنا كنتلجو، وغادي ندير شي شويه. دابا غادي نديرو داك شنو غادي سميتو ليزيرف دو بروفونس ياك. هما هادو حنا عندنا هادي ديال برا، مي الا بغيتو تشريهم من المغرب راه سميتوهم ليزيرف دو بروفونس. فين هما؟ فوالا هما هادو، راه كاينين في كارفور ومرجان. هادو حنا غنديرو هادي حيت هادي شويه زايده نغيزه. في خباركم هادشي اللي حنا كنديرو دابا ما كاين حتى شي غيسات كتقول بلي هكا كيطيب داكشي اللي كنديرو في ليكيش. حنا وراين ايفريثينغ، عندنا ميزاننا داكشي اللي كاين. الا ما جا جبنين نقولها لكم في الاخر قبل ما ديرو، الا جا بنين نقول لكم جا بنين. جايز عاد دابا شنو قلنا لكم؟ قلنا لكم انتوما شوفوا حنا كان عندنا ميزاننا وغادي نبقاو ناديين. نادية قالت غادي نبقاو ندوقو حتى تصدق. ايوا انا بنت راه كنهضر.
هضره هضره نسيت بلي واقيلا رمضان شنو هي دير ليها ماشي درت مع حلقه ودرت ليها هكا وذقتها وهي تقول لي وهي تقول لي ذوقي قلت لها لا وهي تقول لي وانتي غير ذوقي المهم بغيت نقول لكم راه ناديه غلطات الفطرات المهم نادية راه دابا يلاه ذقتها بالغلط ولكن المهم ذقتها قالت لي جات بنينه قالت لي زوينه دابا غادي نزيدو شويه ديال ورق سيدنا موسى باش هكا اكسترا اكسترا فليفر ملي زدنا ورق سيدنا موسى غادي نغطيوه ونخليوه يطيب صافي هذا الشيء اللي درنا جا على مزينه عاد ريحته بنينه باينه فيها صافي غادي نفي شويه الحامض زدنا فيه الحامض ودابا غادي ندير هذه حتى هي قربات دابا غادي ندير البيض باش نديروه فوق من داك الدجاج هاد جوج بيضات اللي درنا نزيدو عليهم شويه ديال لاكريم فريش صافا لك انا الحداقه مش غادي لا صافي جيبي بركه دايز غادي نزيد حتى شويه ديال ياغورت مسوس شويه ديال البزار وشويه ديال الملح وغادي نضربو مزيان هادشي هادشي جا بحال هذاك الشيء اللي كنديروا به الحلوه ناديه ماشي سائل غادي نزيدو شويه ديال الخماره قالت لي ماما اش شويه شويه هذا الشيء واقيلا غادي يجي الخبزه غتجي خبزه هذه خاصنا نسربيو حيت ما بقاش الوقت راه يجيو غدا مع 6 ونص وهذه 5 ونص باقا ساعه ما كان ما غاديش يقد قولي ما تقوليهاش شحال حاطين العرارم ديال ليكيش تو كتنقص لا يقد ما ديريش بزاف ديال الدجاج ياك حيت الدجاج هذه اللي غادي تفيض بالبيض نزيد دابا شويه ديال كورنيشون غير فشي وحدين حيت ناديه ما كتبغيهمش انا كنحماق على كورنيشون كنديرو في اي حاجه والله يجي بنين كيفاش عاوتاني دقت شنو دقتي نحس حاجه ني يدي نحس يدك دابا غادي نديرو هاد العجين فوالا جو بونس دارا كاير صافي باسكو غيخمر جو بونس درنا فيه الخميره باش يطلع شي شويه ويجي جميل شفت وحده دارت فوماج لاباش كيغي ولا اوكي جايز دابا غادي نجيو البيتزا ديال البيستو غادي ناخذ هذا البيستو انا كناخذو دجاج واجد ماشي انا اللي كنديرو كيتباع في لي سوبر مارشي غادي نديرو ليه بحال هكا بحال اللي كديروا لاصوص طوماط نديرو شويه ديال الفرماج الفوق كالاتي بنزيد في الفخو براود حنا يا براود صافي جايز هادو جو على بسم الله فيهم بينا فيهم بلاد غادي نحيدوهم ودابا غادي ندخلو البيتزا درت غير ثلاثة باش حتى الا ما جاوش زوينين ما نضيعوش جايز خرجنا بيتزات وخرجنا ليكيش ودابا دخلنا بريوات بريوات كانوا عندنا في الكونجيلاتير جبدناهم دخلناهم الفران يطيبو دابا غادي ندخل ندوج دغيا دغيا حيت ما بقا والو بقات شي 35 دقيقه بحال هكا ولا 30 دقيقه صافي خاصني دغيا دغيا ندخل ندوج طف 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 ونخرجو ونلبسو راني وجدت حوايجي تما باش هكا تجيني ساهله نتلاقاو ملي نخرجو ندوج هادو لي كيش وهادو بريوات وهادو بيتزا ولا ما كايناش دونك انا كنجي نوريكم بريوات دير ماس ولكن بنان بالكفته والزيتون جو بونس guys everything is ready انا خرجت من الدوش باي ذا واي انا هانتوما راه شعري باقي فازك حالتي حاله مي ماشي مشكل حتى نمشي تما ونشفو ولا ندير القب بركه بريوات لاكيش بيتزا طوماط صوص طوماط وبيتزا بيستو صافي دابا غادي نمشيو وشنو نادي شنو باقي اخر صافي guys ودن يوجينا حنا مازال في الطريق علاش كتوقع شوفي
في بقايا انسان باقي تيتجرى باش يوصل. كلشي داخل دارو الا حنا كنا نتسابيرو فاش واحد هذا باي ذا الملاح ديال تودي تما كتشوفوا البحر في هذا الخريج خرجتوا من هنا كنت عندنا الوقت نخرجوكم ولكن ما دخل ما راخلا يمكن هلو عليك على هذيك بلاتي واحد نرضى نخرجوا معاك سخن هادي؟ لا 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 ما كنسخنش هي 45 صامت ثانية هاي درت القبح شعري بقي شويه فازق من تحت وحده من لايك راسي من هنا كنحس به بارد حيت خرجت به وفازق بات هذا مش موضوعنا باي ذا واي انني جيت للدار الا ما كنتوش ديجا عرفتوها طيبت لي بات باش نوريكم فوالا ها هي باقا سخونه يا لاله يلا حيت دابا من الاوضه غادي نسقطرها وندير عليها ما بارد باش تحسب باش تحبس من الطياب و نوريكم واحد لاصوص نوريكم نكتب لكم كاع داكشي اللي استعملت فيها حيت عندي لاصوص ديجا واجده وجدتها البارح ودرتها في الثلاجه بلاتي نجيبها ونمشي فوالا ها هي درت ليها هاد البابي ودخلتها للثلاجه وكتبقى مزيانه وما تفوتوش لها شي يومين فوالا هاد لاصوص ديال لاباط شنو فيها فيها يلا قرعة محكوكة وفيها خيزوة واحدة محكوكة وشنو آخر فيها بصلة حتى هي محكوكة ولا مشلضة وفيها واحد ليقامة أنا غادي نخلي لكم كاع داكشي اللي استعملت في هاد لاصوص غادي نخلي لكم لتحت في الديسكريبسيون باش هكا ما نطولش عليكم وبيان سور ليبات اللي سلقنا قبيلة راه ديجا شفتوهم دابا هاد لاصوص ما غاديش نديرها بحال هكا مع ليبات لا كنديروا لها كريم فريش وكتجي فنه سو داكشي اش عندي هاد الماء ياك درت لاصوص سو درنا لاصوص هنايا في المقلاة غادي نشعليها البوطه عندي فوبيا وحده في العالم هي البوطه كنحبش نشعل البوطه كنكره نشعل البوطه غادي نخليها تسخن شي شويه ومن بعد عاد غادي نزيد عليها لا كريم فريش ديجا لاصوص سخنات دابا نقدروا نزيدو لا كريم فريش غادي نزيد جوج وحده ليكيد يعني خفيفه وحده بحال هكا بحال الجبن ذا بيرفكت كيعطيو واحد المذاق زوين ملي كتخلطو جوج ديال الكريم فريش ومن هادي غنديرو شوية وهاد لاصوص راه كتجي بنينة بزاف بليز متسمعوش حيت كتليكم قبيلة فيها خيزو فيها القرعة غتقولو فيها الخضرة مغتجي زوينة كتجي واعرة كتجي خطيرة تقول بيا وبالذوق ديالي الا عندكم فرماج محكوك زيدوه من الفوق انا ما عنديش فرماج محكوك وحيت انا معكازا ما فيهش اللي يحكو غادي نلوح هكا طريفات وغادي يذوبوا مع السخونيه ومع البوطه الا عندكم فرماج محكوك زيدوه حتى الاخر حيت هو دجا محكوك ما نحتاجوش ديروه في الاول باش يذوب دابا غادي نجهد البوطه شي شويه باش يذوب الفرماج فوالا جايز هاي كي كتجي كي خاصها حتى تغلي عاد تعرفوها بلي طابت حتى تبدا تغلي بحال هكا واللون ديالها كريم فريش تبدل فوالا دابا غادي نطفي عليها وغادي نديروها في لي بات ديالنا ودابا جايز غادي نزيدو لي بات بشويه بشويه باش تشرب داك لاصوص مزيان العرسه بغينا نشربو شي حاجه مع دوك لي بات
وما عندي حتى شي حاجه غير الفريز والفرامبواز. غادي نديرو عصير بالفريز والفرامبواز. نشدو الفريز هذا راه ديجا انا غاسله بيان سور، وعندي شويه ديال الفرامبواز نزيدو حتى هو يجي بنين. غادي نزيد الماء، انا ما كنشربش الماء ديال روبيني، بصح غادي ندير ديال سيدي. نتوما ديروا سيد الروبيني عادي الا ما كتشربوش هالو. اي ثينك هكا شحال درت، نزيد شويه. غادي ندير فاني كيجي زوين. شوفوا فاني اي عصير سوا ديال الحليب سوا ديال الليمون سوا ديال الماء، اي عصير زيدوا فيه فانيليا كيجي زوين. سنيده انا ما عنديش سنيده، عندي براون شوغر، بصح غادي ندير ندير معلقه كبيره بارك. ما تخلعوش حيت ولا عندي زوج، حيت براون شوغر ماشي بحال ماشي كاع بحال سنيده، هو محلوش بزاف و هيلثير. غادي نسدوه. زوينه غادي نكبو في هادي وبصحة وراحة. فوالا دابا غادي نحطو ناكل. يو جايز تراست مي جربو هاد لي بات معليش ندمو، راه كتجي حسن من بزاف ديال لي بات كتاكلوهم في الزنقة. فوالا درت لكم فلاش باش يبان لكم مزيان. ملي تكونوا كطيبوه في داك ليطاب ديال البصله، و ملي كتكونوا كطيبوا لاصوص الخضره وداكشي ديروا معها طريفه ديال الدجاج، كتجي حتى هي زوينه بالدجاج صغار زوين. اولا ممكن ديروها هكا غير بالخضره اللي بغيتو. هلاو انا دابا جالسه كندير لكم مونتاج للفيديو، دابا تفرجتوا فيه لقيت بلي ما قلتش بسلامه. So واش نقول لكم سلام. Thank you guys so much for watching. Please share video share. We'll see you in my next video. Bye.